جاهزين تسمعوا كلمة ربنا؟ متوقع بركة من ربنا؟ Are you excited؟ طيب خلينا نفتح سفر التثنية إصحاح 26. عنوان خدمة النهاردة: قد نزعت المقدس من البيت. قدمت تعليم عن عطايانا وعشورنا، كان من خلال العهد الجديد، من خلال كان كرونس الثانية إصحاح 8 وإصحاح 9. والنهارده عايز اتكلم من خلال العهد القديم، وانتم سمعتم الاسبوع اللي فات كان معانا الدكتور اشرف الملاخ وهو بيتكلم عن الوكاله المسيحيه. ولما جه عند موضوع العشور والعطايا قال خدوا بالكم ما هوش 10% بس، لا انت وكيل على كل اموالك حتى على 90% الباقيين. لانه احيانا هناك افكار خطا عند كثير من المؤمنين بيقولوا انه التعليم عن العشور والعطايا تعليم يخص العهد القديم، لكن اللي موجود قدامنا الكتاب المقدس وكل ما مكتوب فيه هو موحى به من الله. بص بعينيك كده على سفر التثنيه. خلينا، انا قلت التكوين ولا التثنيه؟ Very good. Am I getting old ولا ايه؟ سفر التثنية، الرب يعد شعبه قبل ما يدخلوا أرض كنعان الموعود بها، قبل ما يجي بركات وخير في حياة الشعب. الله بيهيئ قلوبهم ازاي يستقبلوا البركات وازاي يعيشوا بيها. فهذه هي التعليمات ودي كلمات ربنا لشعبه قبل دخول أرض كنعان. رب يقول: ومتى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها. دايما ربنا بيهيئنا، دايما ربنا بيعدنا. يعني قبل رسامتي وقبل ما بقى قسيس ربنا كلمني في حاجات كتيرة كان بيهيئ بيها قلبي، حاجة علمهاني زمان ساعة ما كنت شيخ، قال لي ما تدخلش بيت للزيارة امرأة عايشة بمفردها إلا يكون معاك واحد آخر. علمهاني وأنا شيخ وعلمهاني وأنا راعي. قال لي خد بالك، احترس من الكبرياء. انت اناء في ايدي، انا اللي بدي لك كلمتي، لو مش هتاخد الكلمة مني ويصاحبها المسحة قوة حضور الله فانت اناء فارغ اتكالك عليا. قال لي عايزك كخادم احترس من الفلوس، لان في ناس كتير تحب تدي الرعاة فلوس، فانت لما تعيش بالمنطق ده دوافعك هتبقى ملوثه. فانا مش عايزك لا تاخد قرش لا في فرح ولا في جنازه ولا في خدمه، تخرج بره الكنيسه توعظ ما تاخدش دولار. الله اشمعنى يا رب ما غيري بياخد؟ قال لي الكلام ده ليك انت. فانا عايش بهذا المنطق من يوم، او بهذا الفكر اللي الرب قال لي عليه. الله دايما يهيئنا قبل حدوث الشيء، ربنا بيعدنا وبيجهزنا. باي ذا واي، الحد اللي فات احد الاحباء وضع فلوس في ظرف كتب عليهم القسيس: اشكركم عشان محبتكم فلوس راحت في العطاء، لان ربنا قال لي كده. ربنا بيهيئنا، الله بيتكلم الينا من خلال عمله. زي اعرف احد الاحباء اول ما جينا كندا
قالت اول شغلانه هشتغلها انا هحط الفلوس اللي اخذتها للرب. فاشتغلت اول مرتب حطيته لربنا، بعد 3 شهور مشوها. فانا حبيت اعكسها، قلت لها ها بقى والشغلانه الثانيه؟ قالت لي والشغلانه الثانيه كمان. اول مرتب مش دي وظيفه ثانيه؟ قلت لها ايوه. قالت لي اول مرتب هاخده برضك هحط الفلوس لربنا. وبعدين انا بشوف الخير في حياه هذه المراه وهذه العائله. ازاي ربنا بيكلمنا؟ الله بيتكلم الينا من خلال كلمته. ربنا كان بيعد قلب شعبه. ليه؟ لما الرب يتكلم الي حينما ادخل لمواقف الحياه المختلفه ياتي الروح القدس للكلمه التي سبق وزرعها في قلبي لكي ما يجعلها تثمر فتغير افكاري وبالتالي تغير سلوكي وتصرفاتي. شوف الرب بيقول ايه. ومتى اتيت الى الارض التي يعطيك الرب الهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك وتضعه في سلة وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له أعترف اليوم للرب إلهك أني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لأبائنا أن يعطينا إياها. فيأخذ الكاهن السلة من يدك ويضعها على الأرض في الترجمة العبري أمام مذبح الرب إلهك ثم تصرح وتقول أمام الرب إلهك أرميا تائها كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية فلما صرخنا إلى الرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وذراع رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب وأدخلنا هذا المكان وأعطانا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا فالآن ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك أنت واللاوي والغريب الذي في وسطك. اللاوي هنا النهاردة بلغتنا يعني القسيس بتاعك. أو الخادم. متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك في السنة الثالثة سنة العشور وأعطيت اللاوي والغريب واليتيمة والإرملة فأكلوا في أبوابك وشبعوا تقول أمام الرب إلهك قد نزعت المقدس من البيت وأعطيته اللاوي والغريب واليتيم والإرملة حسب كل وصيتك التي أوصيتني بها لم أتجاوز وصاياك
ولا نسيتها، لم آكلوا منه في حزني ولا أخذت منه في نجاسة ولا أعطيت منه لأجل ميت، بل سمعت لصوت الرب إلهي وعملت حسب كل ما أوصيتني. اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لأبائنا، أرضا تفيض لبنا وعسلا. يبارك لنا الرب القراءة المقدسة. عنوان خدمة النهاردة زي ما قلت من لحظات، قد نزعت أو قد نزعت المقدسة من البيت، من البيت، from my pocket and from my bank، من جيبي نزعت المقدس، من بيتي، من احتياجي، ومن البنك، من حساب البنك. هبدأ خدمة النهاردة من خلال محاولتنا ان انا اوجه سؤالين وفي نفس الوقت نحاول ان احنا نجاوب على السؤالين. السؤال الاول، ايه هو الفرق ما بين العشور والعطايا؟ في مرات كتيرة احنا بنخلط ما بين الاتنين، لكن ومش كده وبس، احنا بنستخدمهم في مرات كتيرة داخل الكنيسة في تبادل وكأن معناهم واحد. يعني حتى لما بنيجي نجمع بنقول العطا او بنقول خلينا نشكر الله بجمع عطايانا، ما بنقولش نجمع العشور. لكن في حقيقة الامر هناك فرق ما بين العطايا والعشور. لكن انا بقول الاثنين مع بعض. هناك اسماء كتيرة مختلفة اطلقت عليهم في الكتاب المقدس. لما ترجع لكورنثوس الثانية اصحاح 8 واصحاح 9 وتشوف التعليم اللي كان بيقوله بولس يقول على العطايا والعشور، يقول عنها بركتكم، البركة، بيقول عليها بركة. يقول على العشور والعطايا هذه الخدمة، يقول على العشور والعطايا هذه الشركة، يقول عنها هذه النعمة. فكلمة العشور والعطايا كان هناك كلمات مختلفة جاءت في الكتاب المقدس في التعليم حتى في العهد الجديد، يقول عنها شركة الخدمة والنشاط. أسماء مختلفة، لكن في فرق لابد المؤمن يعرفه ما بين العطايا وما بين العشور. مثلا العطايا احنا بنقول عنها، حتى لما ترجع للإنجليش بنقول عنها offering، بنقول عليها هو ده الأوفرينجز بتاعتك اللي انت بتقدمها. لما ترجع للكلمة العطايا، لما ترجع للعبري في العبري كلمة دي منها M-I-N-H-A، او بيقولوا ايه M-I-N-H-A، حط H في الاخر كمان منها، وانت فهمت معناها لان احنا بنكررها في بلادنا كتير الكلمة ديت. الكلمة دي قررت في العهد القديم، قررت يمكن حوالي 200 مرة، لكن معناها المنحة. احنا المصريين بنستخدمها كتير، بنقول المنحة، يعني بمعنى هدية، يعني بمعنى تقدير. انت قدمت هذه المنحة او هذه العطية، قدمتها تقدير لعمل ما حدث في حياتك. ممكن يتقال عنها تقدير، معنى العطايا، ممكن يتقال عنها ذبيحة. ففي العهد القديم المنحة بتيجي بمعنى هدية، بمعنى تقدير، أو بمعنى ذبيحة لها الأسباب من وراء تقديمها للرب. يعني أنت بتقدم عطية النهاردة أصل في سبب وراها، هناك سبب أنك أنت بتقدم العطية. عشان كده مرات كتيرة حكيت لكم أنا الموضوع ده، حدث في كنيستي، كنت قائد لاجتماع الشباب وبعدين
احنا كان عندنا امين صندوق في اجتماع الشباب، فجالي بعد الكنيسه الاجتماع وبيضحك معايا بيقول لي بص احنا جمعنا النهارده كذا كذا. قلت له رائع. قال لي بقى بص ال 25 المطرومه دي، واحد لما عد عليه كيس العطا راح حط 25 قرش بس بايظه ما تنفعش. فقلت له اشكرك انك انت قلت لي كده. الاسبوع اللي بعده اخدت ال 25 في ايديا، وساعه جمع العطا قلت رجاء في المسيح لا تضطر انك انت تحط فلوس لان طبق العطا عد عليك. انت لازم تعمل كده من قلبك، انت بتديها لربنا مش بتديها لينا. كونك تدي لربنا حاجه انت لا تصلح انت شخصيا انك تصرفها، في حاجه غلط في حياتك. فانا مطالب اني اقول لك عشان تنتبه لنفسك، العطايا مفيش فرض معين وراها، لكن العطايا دائما في اسباب من وراءها، اوبليشن. يعني بمعنى العطايا هي دايما تقع خارج العشور، هي مختلفه لها اسبابها. تقدمها انت بتحطها عشان افراد، بتقدمها للكنيسه لان هناك احتياج موجود معين، زي ما احنا بنقول فاند ريزنج او ريزنج فاندز. ليه احنا بنعمل فاند ريزنج؟ حاجه مشهوره في الغربه، لان الفلوس التي تصل الى الكنيسه غير كافيه لتسديد احتياجاتها. عشان كده الخدمة داخل الكنيسة معوقة بسبب نقص الأموال. ليه؟ لأنه عمل ربنا محتاج للفلوس. فعشان كده احنا بنجمع، دي اسمها عطايا. عطايا بيطلق على كلمة العطايا، قلنا في فرق بين العطايا والعشور، بيطلق عليها كلمة قربان، حتى في العبري جاية بنفس معنى كلمة QORBAN، قربان. كأنك قربان يعني معناها تقدمة، كأنك زي ما حدث. أنا عارف الكلام ده في حياة كنيستين، شخص كان عنده قطعة أرض مش محتاجها فقدمها هدية للكنيسة عشان تقيم على هذه الأرض مبنى، ده قربان. ما ينفعش يروح للكنيسة ويقول لهم احسبوا لي دي من عشوري، لا، دي هدية خارج العشور، دي اسمها بيقدم قربان. الكلمة دي تأتي بمعنى آخر، تي راما حتى في العبري، يعني مرة تاني معنى دي هدية ليست لها علاقة بالعشور. لابد ان احنا نفهم الامر ده، انه هناك فرق ما بين العشور والعطايا. كلمة العطايا بتيجي كمان بمعنى اخر في العبري. انا كنت بحاول افكر النهاردة هل بعض الدول بيقرروا الكلمة دي لان ده المقصود؟ معناها اولا، او ال اي اتش، اولا، يعني شيء صاعد، شيء مرتفع، يعني تقدر تقول عليها ستيب، ها، درجة او درجات. يعني بمعنى انا باجي اقدم هذه العطية كأني انا بأصعد محرقة قدام ربنا، كأني بيها انا بقترب من الله، فكأني بقترب اكتر من ربنا، اصعدها صعود. دي معنى كلمة العطايا، هدية اصعدها امام الله كذبيحة شكر وحمد كرائحة طيبة انا بقدمها قدام ربنا. كلمة اولى دي صعود، او انا تقدمة فيها برفعها قدام ربنا. الكلمة دي كررت حوالي 280 مرة في العهد القديم. لو تفتكروا بعد الطوفان في سفر التكوين اصحاح 8 وعدد 20، كلمة الله تقول ان نوح بعد الطوفان جه قدام ربنا وبنى ايه؟ بنى مسبح. وبعدين الكتاب يقول ايه؟ وعلى هذا المسبح، كلمة ربنا تقول بنى مسبحا واخذ من كل البهائم الطاهرة ومن كل الطيور الطاهرة، يقول ايه؟ واصعد اولى، اصعد محرقات. والكتاب يقول ايه؟ فتنسم الرب رائحة ايه؟ رضا.
فكأني ده جزء من عبادتي. أنا بحبك يا رب، أنا النهاردة جاي بقدم لك أولى بلا مناسبة، أنا جاي بشكرك. بالنسبة هنا لنوح كان شكر للرب على إيه؟ على فدائه وعلى إنقاذه. فده العطايا هنا كان فيها تعبير عن شكر القلب، عطية هدية. كان هناك بالنسبة لنوح كان بتحمل هذه الأولى أو العطية رسالة حب من ربنا، رسالة حب ربنا. العطية دي وضعها قدام الرب بيقول له أنا بشكرك على كل ما حدث في حياتي، أنا بشكرك جاي مع هذه العطية، أنا بقدم لك قلبي وبقدم لك حياتي، أنا جاي بقدم ذبيحة بقول لك يا رب كل ما هو في حياتي هو منك، شكرا يا رب شكرا. فهذا ده معنى العطية. أنا جاي بشكرك يا رب من أجل الشفاء، أنا جاي بشكرك يا رب من أجل تسديدك للإحتياج، أنا جاي بشكرك يا رب بهذه العطية لأنك أنت أوجدت لي وظيفة، أنا بشكرك. فعشان كده أنا الأولى أو العطاء دي كأنها رفائع، كمن يرفع شيئا لله في عبادته، بس شيء معبر عنه بطريقة مادية. فكأني أنا عايز أقول لربنا شكرا يا رب شكرا. الكلمة حتى في اللغة اليونانية العطايا بيطلق عليها رفائع، كمان يرفع شيء عليا ويقدمه. فطبق العطا بيعدي عليك، في حقيقة الأمر أنت بتعبد ربنا. دي رسالة خاصة بينك، أو ده حديث، دي شفرة بينك وبين ربنا، ده حب ربنا. فأنت لما بتفكر في مرات كتيرة وتمسك ظرف العطاء وترميه جوه كيس العطاء وأنت متخيل أنه رايح لربنا، فحية الأمر هو بيوصل للكنيسة، هو بيوصل أولا لربنا، هو بيوصل لربنا. ده دي كلمات حب بينك وبين ربنا. العطايا كأنك أنت بتقول بروفيرو، كأنه حتى في اليوناني كأنها أنت بتقدم مصعدة، تصعد شيء لرب، رسالة حب، أنا بحبك. شفائي، تدخلك، تسديدك لإحتياجي يا رب، رد فعلي على حبك، رد فعل عملي وبطريقة مادية، أنا بقدم عشان أنا بحبك، أنا بعبر. في شخص بيقدم العطايا لأنه سمع عن احتياجات معينة موجودة، أنا بقول عند القديسين، عند بعض الأسر، فبيهتم انه يقدم هذه العطايا. بقدم العطايا لانه في احتياج، بقدم العطايا لاني بعبر عن شكري لربنا. المهم هذه العطايا اللي انا بقدمها هي من 90% اللي باقيين من مرتبي وانا مسؤول عنهم قدام ربنا كوكيل. فامكانك انك تصنع ما تريد ب90%، في إمكانك تدي عشورك لربنا، لكن 90% اللي باقيين لو أخدتهم رميتهم في الشارع، ما أنت وكيل مسؤول قدام الرب. عشان كده في فرق ما بين العطايا وما بين العشور. العشور ليست لها علاقة بالعطايا، لكن كلمة العشور حتى في معناها تعني عشر. يعني إيه عشر؟ يعني عشر الدخل اللي بيجي لك. لو أنت بتقبض $1,000 في الشهر، لابد تاخد منه $100، وال$100 ما ينفعش انك انت تبعتهم لكنيستك في مصر، وما ينفعش انك تبعتهم لابن خالتك لانه اشترى عربية جديدة، او لان ولاده محتاجين عجلة. لا لا لا، العشور هي مخصصة فقط للكنيسة. الكنيسة لما تيجي ترجع لسفر، بص بعينك كده على اول اعداد في سفر التثنية اصحاح 29 إصحاح 26، يقول له تأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك، وتضعه في سلة، وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. ده المكان اللي أنت بتعبد فيه ربنا. عشورك فقط هي للكنيسة التي تعبد فيها. لو انت ليك كنيسة تانية، من الامانة تقدم فيها عشورك، ما تاخدش دولار واحد عشان تيجي تقدمه في الكنيسة دي. لكن لما تروح كنيسة مختلفة يمكنك ان تقدم
عطاياك المختلفة وليست عشورك، وليست عشورك. عشان كده في ملاخي إصحاح 3 وعدد 10 الرب بيقول إيه؟ هاتوا جميع العشورة، العشور إلى الخزانة، إلى الخزنة. إيه هي الخزنة؟ الكنيسة، الكنيسة اللي أنت بتعبد فيها ربنا. جميع العشور مش جزء، كل العشور، ده تعليم كتابي. الخزنة هي الكنيسة المحلية اللي أنت بتعبد فيها ربنا، اللي أنت بتنتظم أنت وعائلتك وأولادك على الحضور فيها. ليه بتقدم العشور؟ طاعة لكلمة ربنا. ربنا بيقول لكي يكون في بيتي طعام، طعام. فأنت كل مرة بتمسك الظرف بتاعك عشورك، أول كل شهر، أول كل شهر، لما كلمة الله بتقول من أول كل سمر، يعني معناها أول شيء، أنا أول شيء بكتبه قبل ما أصرف المرتب اللي بيجيلي من الكنيسة هو للكنيسة. أول، أول شيء من أول سمر الأرض. فده أمر مهم. فأنت، أنت ليه بتقدم ليه بتقدم الفلوس أو عشورك؟ لأن الرب يقول ليكون في بيتي طعام. ليه؟ لكي تستمر الخدمة الروحية داخل الكنيسة، عشان بيت الرب يظل مفتوح. طب السؤال الثاني، برغم ان انا جاوبته في البداية، لماذا يجب علينا ان نقدم العشور والعطايا؟ احنا خدنا الفرق ما بين الاثنين، اوكي؟ ليه مفروض ان انا اقدم عشوري وعطاياي؟ انا متهيألي بقى ما عادش الامر محتاج لذكاء. انا بقدم عشوري وعطاياي طاعة للوصية، طاعة لكلمة ربنا، طاعة لكلمة ربنا. سمعنا تقليد، والتقليد ده موجود في كتير من الكنائس. تسمع كده يقول لك اصل القسيس ما بيرضاش يتكلم عن الفلوس والعطايا لان هذا امر محرج. انا ردي ده كبرياء من الراعي، دي خطيه، خطيه. ليه؟ انت مطالب كراعي انك تعلم كل كلمه الله بكل ما فيها ريجاردس راي الناس فيك ايه. اصل الفلوس فيها حساسيه. نو. يمكن حوالي 2000 ايه في الكتاب المقدس جاء بتتكلم عن العشور والعطايا والمال في حياتنا، 500 ايه ربما بيتكلموا عن الايمان. فده امر مهم جدا، لابد أن نعلم كلمة الله. لماذا نقدم عشورنا وعطايانا؟ طاعة للوصية، والطاعة تعبر عن محبتي لله. المؤمن اللي هو بيقف في الكنيسة ويرفع ايديه ويعيط وهللويا ومجد للرب شيء رائع، بس هل بتطيع وصية ربنا؟ يسوع في إنجيل يوحنا صح 14 وعدد 21 بيقول ايه؟ الذي عنده وصاياي ويحفظها، يعني يعيشها، فهو الذي يحبني. بحبك يا رب، دي وصيتي. الذي عنده وصاياي ويحفظها فهو الذي يحبني، والذي يحبني يحبه أبي وأنا أحبه وأظهر له ذاتي. طاعة، طاعة، طاعة الوصية. الطاعة بتعبر عن مدى محبتي لربنا، ودائما الكتاب بيتكلم عن المحبة المضحية، الأجابي لوف. العشور والعطايا بيمثلوا طاعة ومحبة المؤمن لربنا المعبر عنهم في تضحية، عطاء، عطاء. أنا عشوري اللي بقدمها ممكن بسبب أني بقدم العشور ربما أضطر أكل مرتين في الأسبوع لحمة بدل كل يوم، اعتبر هذا الأمر تضحية. فعشوري وعطاياي بتعبر عن طاعتي لكلمة ربنا، طاعة لكلمة ربنا بالكامل. أمر مهم قوي، الطاعة المجزأة للحق، عصيان. زي المؤمن اللي بيقول لي، بيقول لي بص بص، ما أنا يعني دخلت في أريومنت كبيرة سلفات مع أحد الأحباء من خارج الكنيسة، أنا لا أؤمن بالعشور وبالعطايا، أنا لا أؤمن بالعشور والعطايا. الطاعة المجزأة للحق عصيان، عصيان. ما ينفعش انك انت تكون
بتطيع الرب وبتخدم ربنا، لكن حينما يتعلق الأمر بما في جيبي فدي الفلوس دي بتاعتي، لا. الطاعة المجزأة للحق عصيان. مع هذا العصيان المؤمن بيخسر كثير من البركات. عشان كده الكتاب المقدس مليان بالكثير من التعاليم الروحية اللي بتكلم عن المال والعشور والعطايا. أنا بقدم لأني بحب ربنا، أنا بقدم لأني فعلا عايز أطيع كلمة ربنا، بالرغم أن الطاعة دي في مرات كتيرة كأنها بتأذي جيبي. لا 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 تخافش، ليه؟ لأنه في بركات. هناك سبب ثالث أنا بقدم من وراه العشور والعطايا، والعطايا بخلاف طاعة الوصية وبخلاف محبتي لربنا. كل مرة أنا بمسك الظرف ده في إيدي وبحطه في طبق العطا، فأنا بقدم شهادة مني ربنا. أنا بشهد إن كل اللي بتقدمه في حياتي من خير وبركة يا رب هو منك. الظرف ده بيشهد عن أمانتك في حياتي. فده إعلان، إعلان قبل الشخص اللي بيعدي عليك يعطي العطا وأنت تروح عامل كده، لا. أنت تقدم إعلان روحي في السماويات يدخل إلى أمام عرش الله إلى قلب الله مباشرة. أنت بتقول للرب أنا بشهد عن أمانتك في حياتي، أنا بشهد عطائي هذا في شهادة مني بفضل الله عليا. مش كده؟ تقديم المادي لله في علاقتي معاه بيضعه في مركز حياتي. الله بضعه في مركز حياتي. مش كده؟ في أعمال 17 الرسول بولس كان بيقول عن الرب أن يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء لأننا به نحيا ونتحرك ونوجد. نفس الكلمات قالها في روميا 11 وعدد 36، لأن منه وبه وله كل الأشياء. كل ما في حياتي هو ملك ربنا، كل خير في حياتي الله هو السبب وراء. داود حينما جمع للرب وأعد لابنه سليمان عشان يجي الوقت يبني الهيكل، وهو بيقدم العطايا داود قال لأن منك الجميع ومن يدك أعطيناك. ما هو كل اللي في إيدي هي من يدك ولك الكل. ده كلماته. 90% من دخلي أضع العطايا، 10% من دخلي هي العشور، لكن 100% من كل ما هو في حياتي هو ملك ربنا، لكن لابد أن يكون ملك فعليا، فعليا وليس كلاما. عشان كده من أكثر الأمور اللي بتظهر حقيقة إيماننا في مرات كتيرة عطايانا. تقديم العطايا والعشور عمل روحي قوي له تأثيره أولا في السماوات أمام عرش الله اللي أنا بحبه، وثانيا عطائي وعشوري لهم تأثيرهم على الكنيسة اللي أنا بعبد فيها ربنا. عشوري وعطاياي لهم تأثيرهم على الآخرين، الأسر اللي عندها احتياجات مادية. عشوري بتأثر في حياة الناس، عطايا بتأثر في حياة الناس. كل ما أقدمه من عشور وعطايا لهم تأثيرهم في ملكوت الله، لهم تأثيرهم القوي. شهادة وإعلان مني أنا عايز يا رب العملك، أنا عايز يا رب شهادتك داخل هذه الكنيسة أن تستمر. مش كده بقدم عشوري؟ رب يقول هاتوا جميع العشور إلى الخزنة ليكون في بيتي طعام. الله بيقول لكي تستمر الشهادة ليا. يعني أنا بقدم عشوري ليك يا رب وبقولك تعالى اشفي، بقولك بقدم عشوري ليك بقولك تعالى فك المقيدين، بقدم عشوري ليك بقولك تعالى اصنع معجزات داخل كنيستك، تعالى فك المقيدين، تعالى يا رب بخلاص للمربوطين بعبودية للشرير والخطية، تعالى يا رب تعالى ليستمر عملك في هذا العالم اللي أنا عايش فيه، وليستمر عملك داخل هذه الكنيسة التي أعبدك فيها. أنا بقدم عشوري وعطاياي لكي ما تخلص أولادي أيضا يا رب
مش أنا بس، لأن الله هو إله العائلة بأكملها، وعود ربنا هي لينا ولأولادنا أيضا. هو الرب الحافظ العهد والأمانة جيل بعد جيل. أنا عايز بركتك لولادي، عشان كده دايما أقول للأباء بطريقة أو بأخرى، ها؟ بطريقة أو بأخرى لما تيجوا كده تجهزوا العطايا انتبهوا كده ان اولادكم جنبكم، بنتي قاعده ربما تفتكر حاجات زي كده، اقول انا اصل الفلوس دي انا هوديها الكنيسه ليه؟ عشان احنا ربنا قال كده في كلمته نقدم العشور والعطايا، اصل اولادنا هيتعلموا مننا. انا دايما اقول لك عرفت يعني ايه تدي من ماما وبابا، اول مره اتعلم قبل ما اتعلم ما اتعلمتش في الكنيسه. سوري اي دونت مين انيثينج، ما اقصدش اي حاجه سلبيه، ما اقصدش اي حاجه سلبيه، انا نادرا ما سمعت في الكنائس تعليم عن العشور والعطايا، وانا مش عارف ليه. ربما زي ما بقول لك البعض بيقول حساسيه، حساسيه في ايه؟ دي كلمه ربنا. انا لابد مش بس اقدم عشوري وعطاياي، لكن لابد اسرتي ولادي يبقوا عارفين انا ليه بعمل كده، عشان هيكبروا وهيطلعوا زيي. ده امر مهم جدا احبائي. لابد ان المؤمن يعرف ان خطة ربنا لحياتنا بتشمل كل نواحي الحياة، خطته لحياتي بتشمل ايضا الناحية المادية منها. ربنا عايز كل واحد مننا يكون له الموقف الكتابي السليم عند التعامل مع المال. الشيء الوحيد اللي الرب لما تكلم عنه في متى 6 قال عن المال انه هو سيد. وقال احنا نعبد، ما ينفعش تعبد سيدين، اما تعبد المال واما تعبد الله. وهنا الكتاب بيعلمنا ضد محبة المال، لان المال في حياتنا هو بركة من ربنا. خد بالك الكنيسة مش بتعلم ضد الفلوس فانت تروح رامي فلوس، نو الفلوس دي بركة من ربنا. الكنيسة بتعلم ضد محبة المال، وهو ده تعليم الرب. لما تيجي ترجع لكلمة الله تجد ان الكتاب بيطالبنا بالأمانة المطلقة عند التعامل مع المال. بص بولس الرسول في تيموساوس الثانية اصحاح 3 بيتكلم بقى عن اواخر الايام في اول 4 اعداد، بيقول ولكن اعلم هذا انه في الايام الاخيره ستاتي ازمنه صعبه، لان الناس يكونوا محبين لانفسهم محبين للمال. شو بيقول ايه في الايام الاخيره؟ محبين للذات دون محبه الله. لاحظ ان محبه المال ومحبه الذات جاءت وسط الامور التي تعوق محبتنا لله. الناس يكونوا محبين لانفسهم، محبين للمال، متعظمين، مستكبرين، مجدفين، غير طائعين لوالديهم، غير شاكرين، دانسين، بلا حنو، بلا رضا، سالبين، عديم النزاهه، شارسين، غير محبين للصلاح، خائنين، مقتحمين، متصلفين، محبين للذات دون محبه الله. فتجد ان وسط كل الامور اللي بتعوق محبتنا لربنا حط محبة المال ومحبة الذات. عشان كده تقصيري في عشوري وعطاياي معناها ان محبتي لذاتي اكتر بكتير من محبتي لربنا، اللي رب يقول لي لو بتحبني طيع وصيتي. لذلك كيف تتعامل، كيف تتصرف، كيف تفكر في المال بيعكس حقيقة موقفك من الله نفسه. الأمر كبير قوي قوي قوي، أمر كبير. انظر لدوائل المال في حياة المؤمن تعرف مدى عمق محبته وطاعته لربنا. عشان كده تقديم العشور والعطايا في حياة المؤمن ترمومتر في انت ممكن انك تقرا درجة ارتفاع حرارة الحياة الروحية نفسها. ومحبة المؤمن لربنا ترمومتر. أمانتي في عشوري وعطاياي
بيأكد رغبتي ان انا اريد ان اكون شريكا مع الله لكي يكون في بيته طعام لكي تستمر الحياة الروحية. حينما اسدد احتياج اسرة معناها انا اعلن لهذه الاسرة ان الله بيسمع الصلاة. ربنا بيسمع الصلاة. فلما انت ما كنش لما تكون ايديك مش في جيوبك كده وخايف ومش خايف على فلوسك، الروح القدس يجي يتكلم معاك ويقول لك هناك احتياج اريدك ان تسدده. حينما تسدد هذا الاحتياج انت اطعت الرب، اظهرت محبتك له، وفي نفس الوقت انت اعلنت لهذه الاسره ربنا بيسمع الصلاه. فالرب بيتمجد، ربنا بيتمجد على الناحيتين. عشان كده لابد انك تاخد بالك، طاعتك معناها انا عايز عمل روحي متدفق من داخل هذه الكنيسة. انا لا اريد يا رب ان الكنيسة تحتاج فيعوق عملك داخلها. عنوان خدمة النهاردة انا اخترته من سفر التثنية اصحاح 26 وعدد 13. قد نزعت المقدسة من البيت، من جيبي ومن حساب البنك ومن احتياجي. هذا هو المقدس. قد نزعت المقدس. بص بعينك كده على اصحاح 26، بص على اول عددين، شوف المبدأ الروحي اللي ممكن تتعلمه. متى أتيت إلى الأرض التي يعطيك الرب إلهك نصيبا وامتلكتها وسكنت فيها فتأخذ من أول كل ثمر الأرض الذي تحصل من أرضك التي يعطيك الرب إلهك وتضع في السلة وتذهب إلى المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. في مبدأ روحي واضح من أول كل ثمر الأرض، من أول، مش يجيلك المحصول تجمعه وبعدين تبيعه وتحط فلوس في جيبك وبعدين يجولك الناس يقولوا لك باقي كده كم شجرة. أوكي. بصوا بيعوا الشجرتين دول وندي فلوسهم لربنا. لا، بيقولك من أول. المبدأ الروحي أول شيك تكتبه، أول شيك أول ما يجي لك الفلوس تمسك القلم. أول شيء من أول كل ثمر الأرض. ريشايف أول، يعني بيقول لك في البدء. تصور معنى كلمة ريشايز دي، القرارة أول كل ثمر الأرض مع بداية الكتاب المقدس في تكوين إصحاح واحد. الكلمة دي كتبت في البدء خلق الله إيه؟ السماوات والأرض. هنا بيقول لك إيه؟ في البدء. في البدء حينما تتسلم أي عطايا مادية أو فلوس تجيلك حتى لو مكافأة، أول شيء تعمله في البدء تمسك قلم وتكتب أول شيء 10% من دخلك يروح الكنيسة، ليس من الفائض وليس من الباقي، نفس معنى الكلمة. أول شيء، أول شيء بيمثل البقورة. إلهنا إله إيه؟ نظام وترتيب. هنا معناها الله بيعلمنا النظام والترتيب والأولويات في حياتنا. ربنا عايزنا نرتب كل شيء. لما أنا بكون أمين في هذا الشيء هناك أمور أخرى بتأتي وراءها. أمور كتير في حياتي بتترتب على ضوء تكريس قلبي ربنا، أن أنا بقول له أنت الأول في حياتي. في البدء أين أضع شوري؟ في الكنيسة المحلية. تذهب إلى المكان الذي اختاره الرب إله. هل دي كنيستك؟ إذن عشورك فيها. لو مش كنيستك don't you dare إنك تحط عشورك فيها. حط عشورك في كنيستك، والكنيسة دي عطايا. أي مكان تاني تروحه حط عطايا. بص كده على عدد ثلاثة، شوف عدد ثلاثة بتقول إيه. بيقول إيه؟ وتأتي إلى الكاهن الذي يكون في تلك الأيام وتقول له أعترف اليوم للرب إلهك أني قد دخلت الأرض التي حلف الرب لآبائنا أن يعطينا إياها. أعترف، شوف الكلمة دي، يعني وأنا بقدم العطايا دي
كأني أنا بعترف بشيء معين قدام ربنا نجاد، يعني كأن العطايا دي بيقول كأنها فيها إعلان، كأنها فيها كشف، كأنها فيها اعتراف علني معبر عنه في عطاء مادي. أعترف قدام ربنا، عشرنا هو بمثابة الاعتراف بنعمة الله في حياتنا. الاعتراف ليس بالشفاء، لكن الاعتراف ربنا بيقول لك من خلال التعبير المادي إن كل خير في حياتي يا رب أنت هو مصدره. كلمة أعترف، to announce، to expose، this day، كأني أنا باجي كده بقول له this day I declare before you God، أنا اليوم ده اللي بقدم فيه عشوري أنا بعلن قدامك، أعترف إنك أنت مصدر كل حرية وكل خير وكل بركة في حياتي. أنت، أنت يا رب، أنت. أعترف، أعترف، فيها شهادة وفيها إعلان. واعترف معناها ايضا جايه بمعنى اخبر، وجايه بمعنى عباده. انا جاي بسبحك من خلال عطاياي. مع اول كل شهر لما بكتب العشور بتاعتي او لما انا بقدم العطايا بتاعتي، كاني كلمه اعترف معناها I'm writing a report before heaven، انا بكتب تقرير قدامك، تقرير بس معبر عنه بطريقه ماديه، انت مصدر الخير في حياتي. تقرير مش مجرد ظرف انت بتحطه في العطاء، لكن انت بتقدم مديح لربنا، انت بتقدم شكر لربنا، انت بتقدم اكرام لربنا، انت بتقدم تسبيح، وان كان مش بالشفاء لكن من خلال دولارات انت بتقدمها قدام رب. انا عايز عملك في الارض في الكنيسة يستمر، انا عايز مجدك يستعلم. انا بقدم ليك يا رب ذبيحة فيها بشكرك بحمدك. بص بعينك كده على عدد 4، بص على عدد 4 كده، ناخد من 4 لـ9. فيأخذ الكاهن أول كل ثمر الأرض اللي أنت قدمته من يدك ويضعها على الأرض عند المذبح، ثم تصرح أنت بقى وتقول أمام الرب إلهك. ده أنا عطاياي بتفكرني إن أنا كنت خاطي والرب غفر لي خطاياي. أنا جزء من عمل ربنا، أنا جزء من ملكوت الله. هذا العمل الروحي اللي بيجري في الأرض، أنا بقول لك يا رب أشكرك إن أنا كنت خاطي وأنت غفرت خطاياي، أنا كنت عبد للشرير وأنت حررتني يا رب، أنا كان مصيري الهلاك الأبدي وانت اديتني حياة أبدية، ومش كده وبس، تديني امتياز ان انا اكون جزء في عملك هذا في الارض يا رب. وتصرح امتياز، امتياز كبير للمؤمن. أرامية دائما كان أبي فانحدر إلى مصر وتغرب هناك في نفر قليل، فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. العطاء بيعلمنا الاتضاع قدام ربنا. مش كده كلما قدمت لربنا، مش بقول لك قدمت اكتر، لا، خد كلماتي وزن الكونتكست، ما تخرجش كلامي بره التعليم، لكن العطاء بيعلمنا الاتضاع قدام ربنا. كل اللي في حياتي منك، مفيش عطاء بقدمه خوف، حب. فانا لما بقدم العطاء، عشان كده بيقول لك تاخد العطاء ده وتضعه فين؟ تحت السله، تحت الايه؟ المنبع، المذبح. السله دي بتحطها فين؟ الكاهن بياخدها، قال لك ايه؟ امام المذبح. لكن بقول لك في العبري حتى ان انجلش كده اهو، على الارض، على الارض. عشوري وعطاياي على الارض معاهم انا بتضع. في يوم من الايام قررنا نجمع العشور والعطايا، نجمع، وبعدين انا كان ربنا كلمني خلال الاسبوع، قال لي الاسبوع الجاي الفلوس دي ما تدخلش الكنيسة، الفلوس دي بأكملها تروح للأسرة دي. كان صوت ربنا واضح، فأنا كلمت الشيوخ كلام ده قبل ما نيجي المبنى هنا، قلت لهم ده كلام الرب ليا، امتحنوه فكروا. قالوا لي أوكي، أمين أمين، ثقة فيا قالوا لي أمين. فأنا طلبت إن العشور والعطايا، كنت بوعظ عن حنانيا وسفيرة
والكثيرين كانوا بيبيع أراضيهم ويجي يرموا الفلوس عند إيه؟ أقدام رسل على الأرض. فأنا قلت هات عطاياك وعشورك، والرب قال لي كده إحنا هنقدمهم لاحتياج القديسين، هات عشورك ورميهم على الأرض. في واحد ضيف كان موجود قاعد ورا غضب غضب غير عادي، أنا ما كنتش منتبه له، زوجتي انتبهت فأخذت كيس العطا وراحت له عشان يحط الفلوس، وخرج بعد الكنيسة غضبان، إيه اللي بيقوله القسيس ده؟ ده عمل رمزي بيعبر عن اتضاعنا قدام ربنا. هنا بيقول هات، هات ده، هات بس هات من تحت. ليه؟ لأنك أنت ممكن تحط دولار، أنا دخلي أكتر منك ممكن أحط 100، ممكن بسببي ربنا يأثر في الكنيسة دي. لا 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 أمين، بس بص من تحت. عشان كده كلمة الله لما بتقولك تحت فيها اتضاع، يعني أيا كان دخيل ربنا في حياتك بس قدم من تحت مش من فوق. خد بالك، تغرب هناك في نفر قليل فصار هناك أمة كبيرة وعظيمة وكثيرة. فأساء إلينا المصريون وثقلوا علينا وجعلوا علينا عبودية قاسية، فلما صرخنا إلى الرب إله أبائنا سمع الرب صوتنا ورأى مشقتنا وتعبنا وضيقنا، فأخرجنا الرب من مصر بيد شديدة وزراعة رفيعة ومخاوف عظيمة وآيات وعجائب، وأدخلنا هذا المكان وأعطنا هذه الأرض أرضا تفيض لبنا وعسلا. تصرح، فالعطاء فيه أنت بتقدم تصريح لربنا، بتقوله أشكرك كنت خاطي وانت غفرت لي، أشكرك كنت بلا عمل وانت أكرمتني، أشكرك كنت في حاجة للنجاح وانت فتحت قدامي الأبواب، أشكرك لأني كنت مريض انت شفيتني، أشكرك لأنك أكرمتني، أشكرك لأني كنت في احتياج مادي وانت سددت هذا الاحتياج، أشكرك لأني كنت امرأة عاقرا انت صنعت المعجزة في حياتي، أشكرك 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 لأنك شفيت أولادي، أشكرك لأنك شفيت زوجتي، أشكرك لأنك شفيتني، أشكرك أشكرك. أشكرها في العطاء والعشور في تصريح، في إعلان روحي قدام ربنا. عدد 10 و11، فالآن ها أنا ذا قد أتيت بكل ما سبق بسبب كل أعمالك في حياتي يا رب، بسبب مين هو أنت، بسبب علاقة الحب اللي بتربطني بيني وبينك، بسبب اهتمامك بي، رعايتك ليا ولحياتي، بكل هذه الأسباب ها أنا ذا قد أتيت بأول ثمر الأرض التي أعطيتني يا رب، ثم تضعه أمام الرب إلهك وتسجد أمام الرب إلهك وتفرح بجميع الخير الذي أعطاه الرب إلهك لك ولبيتك واللاوي والغريب الذي في وسطك. خد بالك الروح القدس لما بيرتب الكلمات، خدوا بالكوا، أنا بكتب لك جواب بحط كلمة قبل التانية لأني بغلط. هناك كلمة تيجي الأول، هناك ترتيب للروح القدس متعمد. الآن بسبب كل أعمالك، and now behold I have brought the first of the produce. Behold قدامك يا رب، أنا أتيت بأول شيك من مرتبي، ما قد دخل إلى بيتي من أموال هو ليك يا رب، أنا بضعه وبسجد وبفرح، مش أنا وبس، أنا بفرح معاك بهذا العطاء، أنا بفرح معاك، لكن كنيستي هتفرح معاك وآخرين هيفرحوا معاك يا رب بسبب عملك في حياتي. العطاء لما تيجي تلاحظ الكلمات اللي بيقولها، تلاحظ إن العطاء يقود بسبب طاعة ربنا وبسبب محبة ربنا. العطاء بيقود للعبادة، للسجود، للفرح، والعمل قرارات حكيمة في حياتنا في ترتيب أولوياتنا واختياراتنا.
ليه؟ لأنه بيعبر عن محبتي ربنا. رسول يوحنا في رسالته الأولى يقول: يا أولادي لا نحب الكلام ولا باللسان بل بالعمل. الحق الحق. مين هو العابد الحقيقي حسب هذا الجزء؟ مين هو العابد الحقيقي؟ هو من يطيع الله في كلمته. والشخص اللي بيحب ربنا واللي بيطيع كلمته واللي بيقدم عشوره وعطاياه. ليه؟ لأنه بسببك عمل ربنا مستمر. بسببك عمل ربنا مستمر. الظرف ده بيقربني من ربنا أكتر عشان أعبده وعشان أحبه. الظرف ده بيعلمني أطيع كلمة ربنا، أطيع الحق. عشان كده الآية لما تيجي تبص على الآية اللي بعدها، بص آية 12، شوف بيقول إيه، شوف بيقول إيه الرب، بيقول له إيه، بيقول له: متى فرغت من تعشير كل عشور محصولك؟ متى فرغت؟ When you have finished from paying. شوف الترجمة: When you have finished, when you have finished from paying all the tithe. متى فرغت؟ كلمة فرغت تفهم معناها ان العشور مهمة روحية خطيرة عند الله، امر مهم. كلمة فرغت تعني ان دي مهمة روحية قدام السماء. متى فرغت؟ When you have finished from paying. كلمة you have finished from paying، فرغت تعني انها مسؤولية لابد من اكمالها دون عصيان المؤمن. ليس هناك اختيارات امام المؤمن حينما يأتي الامر لدفع العشور. مفيش other alternatives، مفيش اختيار. ربنا بيضعك امام طاعته، هو باب واحد تدخل منه لربنا، مفيش ابواب اخرى، مفيش ابواب اخرى. كلمة متى فرغت تعني اكملت، اتممت، انهيت. مهمة روحية، دي مهمة روحية. وكلمة تعشير تعني بمعنى اثار، اي اس اي ار في العبري، او العشر، او العشر 10%. بمعنى كأن فرغت من دفع، كأن العشور دين بمثابة الدين على المؤمن لربنا، كأنها الدين بالضبط. لابد أني أسدد عشوري لصاحبها، لصاحب هذه الأموال، لفلوسه، فلوسه. عشان كده جه الرب في ملاخي 3 وعدد 8 بيقول للشعب، بيقول له: أيسلب الإنسان الله؟ كأنه إيه نسلبك دي؟ قال لهم: فإنكم سلبتموني. سلبناك في إيه؟ قال لهم: سلبتموني في إيه؟ في العشور. فكأن التعليم عن العشور كأنه دين مننا لربنا. عشان كده يأتي الوحي المقدس، سفر التثنية إصحاح 26 وعدد 13 يقول إيه؟ شوف يقول إيه؟ قد نزعت المقدس من البيت، من جيبي، حساب البنك. المقدس نزعت، I have removed. نزعت يعني كلمة بتعني عمل بيدل على تصميم، على رغبة مقدسة. وكلمة نزعت تفهم منها انه قد يكون هناك وراء العشور والعطايا صراعات روحية في حياة المؤمنين. نزعت، كأني عشوري او فلوسي لازقة فيا، لازقة في جيبي، لا عايزة تتركني ولا انا عايزة اتركها، للدرجة اني انا بكسر كلمة ربنا بسبب ان الفلوس لازقة في جيبي. هنا بيقول لك قد نزعت، قد نزعت، قد نزعت المقدسة من البيت. نزعت، كأن العشور لازقة في جيبي، لازقة في بيتي، لا ترغب أن تتركني ولا أرغب أني أتركها.
لكن الرب الوحي المقدس بيقول عن هذه العشور، أطلق عليها كلمة المقدس، قدش، بمعنى هذه العشور هي الجزء المقدس الذي لا يخصني ولا يخص بيتي، إنما هو لبيت الله، لا يخصني. العشور في حياتي يطلق عليها المقدس من داخلي. هذا هو المقدس من داخلي، مقدس بمعنى مخصص، مقدس بمعنى ليس ملكك، ليس من الحرية انك تتصرف فيه الا لمكان محدد. ما تيجي ترجع لسفر العدد اصحاح 18 وعدد 9، الرب بيقول على هذا المقدس، بيقول رفائعي، ولما ترجع لمعنى الكلمه يقول ايه؟ رفائعي، قدس الاقداس من كل القرابين، يقول ايه؟ لا يقترب منها احد. قدس الاقداس، الظرف ده ربنا بيطلق عليه ايه؟ قدس الاقداس، بمعنى حينما تدخل الى كل العطايا الماديه اللي بتدخل لحياتك، ربنا بيقول لك في مركزها قدس الاقداس، مخصص للرب من كل القرابين. The most holy gifts، هذا الجزء لا يقترب منها احد. هذا نصيب الرب من اجل عمله في الارض، من اجل امتداد شهاده الكنيسه في الارض. هذا هو قدس الأقداس. لما ترجع بقى بعض المفاجآت كده هوت، أنا لما بعلم عن العطايا والعشور مش بخجل. أول عظة سنة 80، أول عظة في حياتي وعصتها، وعصت عن العشور والعطايا، واتنين من القادة في كنيستي غضبوا مني، وقفوا كده وبصوا لي، عملوا لي كده وتركوا الكنيسة وخرجوا، وبعد كده جم عشان يوبخوني، قالوا دي حاجات خاصة. يعني ايه انت بتتكلم على العشور والعطايا؟ انت بقالك 5 سنين داخل الكنيسة جاي بتعلمنا عن العشور والعطايا، دي حاجات خاصة. قلت لهم بس دي كلمة ربنا، دي كان انا اسف بالنسبة لكم، بس دي كلمة ربنا انا هعلمها، عشان كده انا ده امر بالنسبة لي مهم بلا خجل، ومش لاني راعي الكنيسة، لا لا لا، دي كلمة ربنا. لاويين اصحاح 2 عندك عددين 3 و10، بيقول كده، بيقول جزء من هذه العشور الرب بيقول عنها، بيقول ايه؟ والباقي من التقدمه هو الهارون وبنيه، شوف الرب بيقول ايه؟ قدس اقداس من وقائد الرب. مين يحل محل هارون او اللاوي؟ بمعنى مرتب الراعي شيء مقدس بلا خجل. شعر بخجل يا أسيس؟ لا، أنا أخجل من كلمة ربنا. أنا ما بخجلش من كلمة ربنا. شو بيقول لك إيه؟ شو بيقول لك إيه؟ مرتب الراعي قدس أقداس، الرب بيقول عليه كلمته كده، الباقي من التقدمة هو الهارون وبنيه، قدس أقداس من وقائد الرب. بمعنى إنه وسط كل العشور والعطايا اللي بتدخل للكنيسة، في وسطها في حاجة اسمها قدس أقداس. إيه هو قدس الأقداس؟ مرتب راعي. ده تعليم كلمة ربنا، بيقول لك شيء مقدس مخصص من العشور المقدسة. فدي النظرة الروحية لمرتب الراعي، اللي كلمة الله بيقول الفاعل مستحق أجرته ولا يكم ثورا دارسا. دي كلمة ربنا. عشان كده الكنيسة الإنجليزية، الكنيسة، بص بقى، الكنيسة الإنجليزية في كندا لما تيجي تعلمها ايه بقى بخصوص مرتب الراعي، بيقول لك اول جزء هو ده معنى قدس الاقداس، بيقول لك اول جزء من الفلوس اللي بتدخل للكنيسه لابد اول جزء يقتطع لمرتب الراعي. بس احنا عايزين نبيض، قال لك ما تبيضش. احنا عايزين نغير السجاد، قال لك ما تغيرش. احنا عايزين نعمل خشب عند المنبر، ما تعملش. الكهرباء هتتقطع، تتقطع. عايزين نسدد عشان نبني، ما يهمش. نشتري ارض، نو 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 نو. قدس الاقداس أول حاجة. بتقول كده ليه يا قسيس؟ وأنا مش هبقى راعي للكنيسة دي طول عمري.
ممكن في يوم الايام امشي وممكن ربنا يبعت لي روح السماء، لكن لابد ده يكون تعليم روحي موجود جوه الكنيسه. دي كلمه ربنا، دي كلمه ربنا. عشان كده لما تبص الجزء ده، شوف بص عدد 13 بقى، بص بقى: تقول امام الرب اله قد نزعت المقدس من البيت وايضا اعطيته لمين بقى؟ اولا لمين؟ يقول لك للاوي والغريب واليتيم والارمله حسب كل وصيتك التي اوصيتني بها لم اتجاوز وصاياك ولا نسيتها. لم اتجاوز وصياتك. وبعدين لما تبص لعدد 14 ده تعليم خطير بقى: لم اكل من هذه العشور في حزني ولا اخذت منه في نجاسه ولا اعطيت منه لاجل ميت. يعني ايه؟ يعني في واحد نفترض في جنازه، اسره فقيره، والجنازات هنا على الاقل بتكلف من 8000 ل 10000 دولار. فانت قلبك بتحنن على هذه الاسره، فتعمل ايه؟ عايز تساعد الاسره، فتاخد عشورك وتروح تديها للاسره عشان يعملوا ايه؟ تساعد في ثمن الصندوق، مش كده؟ كتاب يقول لك لا لا لا، دي اسمها عشور. اي شيء اخر من 90% من دخلك دي اسمها عطايا. تروح تشتري الصندوق بالكامل، تدفع ثمن الجنازه باكملها الا العشور. العشور اسمها ايه؟ المقدس. قد نزعت المقدس، لم اكل منه لا في حزني ولا في نجاسه. بقى انا محتاج اطلع اجازه بس ما عنديش فلوس، فانا يا سيس حوشت كل العشور بتاعه السنه وان شاء الله هطلع الاجازه الصيفيه بتاعتي. نو 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 نو. الرب يقول لك ايه؟ قدس اقداس اقداس، الفلوس اللي بتدخل لبيتك هي اسمها ايه؟ العشور. 10% يدخلهم للكنيسه، ما تقدرش تستخدمها بشيء تاني. عشان كده بيقول تقول لم اتجاوز وصاياك ولا نسيتها، لم اكل منه ولا اخذت منه ولا اعطيت منه، بل سمعت الصوت الرب الهي وعملت حسب كل ما اوصيتني. وفي النهايه بعد ما تعمل هذا الامر، بص بعينيك على عدد 15، بص يا رب بقى: اطلع من مسكن قدسك من السماء وبارك شعبك إسرائيل والأرض التي أعطيتنا كما حلفت لآبائنا أرضا تفيض لبنا وعسلا. هذا ما أريده في النهاية يا رب. تبسم علي يا رب. يا رب أنا كل اللي طلبه منك في النهاية أنك تيجي يا رب بارك حياتي. مش بقولك اديني فلوس، لكن بقولك يا رب مدي إيدك على حياتي، بارك علاقتي الزوجية يا رب، بارك ولادي، احسن لي ولولادي يا رب. اديني اني اعيش في ارادتك، اديني اعيش في مشيئتك. تعال يا رب بارك الخدمه، تعال يا رب بارك علاقاتي، تعال يا رب اطلع من السماء بارك العمل اللي انا بشتغل فيه، بارك العائله يا رب اللي انا بتحرك فيها، بارك كل ما تصنعه يدي. تعال يا رب اطلع من السماء. أنا لم أتجاوز وصاياك يا رب، أنا عملت كل اللي أنت طلبته مني، بس تحنن عليا. عشان كده في ملاخي 3 الرب وعوده بقى يقول: أفتح لكم قوى السماوات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع وأنتهر من أجلكم الآكل. الجراد، ربنا هيحميك من الشرير، ربنا يحميك من حوادث سيارات، ربنا يحميك من أخطار. الله ينتهر الآكل في حياتك. ليه؟ لأنك أنت عايش في طاعة لوصاياه. الله يبارك في 90% اللي باقيين، في بقية الفلوس الله يبارك فيها. في سفر الأمثال: إن بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعبا. عشان كده الرب يقول: أنتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم القرم في القروم. يعني معناها الرب أو في الحق ربنا بيقول: بركتي على الباقي في حياتك وبركتي على صحتك. قد نزعت المقدس من البيت. خلينا نحني رؤوسنا قدام الرب ونصلي.
سفر الأمثال إصحاح 11 كلمة الرب بتقول يوجد من يفرق فيزداد أيضا النفس السخية سمن والمروي هو أيضا يروى. رب يسوع في لوقا إصحاح 6 قال أعطوا تعطوا كيلا جيدا ملبدا مهزوزا يعطونا في أحضانكم لأنه بنفس الكيل الذي به تكيلون يكال لكم. رسول بولس كورنثوس الثانية 9 بيقول من يزرع بالشح فبالشح أيضا يحصد ومن يزرع بالبركات فبالبركات أيضا يحصد. قد نزعت المقدس، عشان كده الرب بيقول لك وأنا آتي لحياتك بالبركة وآتي لحياتك بالسخاء. عشان كده بص، أنا نفسي تعمل حاجة، نفسي تعمل حاجة في الوقت ده. اوعى يكون يا قسيس انت بتعلمنا علشان عايزنا نقدم، لا، يبقى دافعي غير مقدس. انا بعلمك عشان عايزك تحب كلمة ربنا وتحب، وانا I have the guts ان انا اقول لك كلام زي ده. فاكرين بولس الرسول في كورنثوس الثانية بيقول ايه؟ بيقول اغاروا عليكم، بيقول للشعب كده، بيقول لكنيسة كورنثوس، بيقول لهم اغاروا عليكم لاني خطبتكم عذراء عفيفة للمسيح. انا جوايا غيرة، غيرة على حياتك أنت كمؤمن، كإنسان ليك علاقة مع ربنا. من الصعب أنك تعبد ربنا وأنت مش قادر تحط إيدك في جيبك، وأنت مش بتطيع الوصية، مش بتطيع الكلمة. عشان كده ده أمر مهم بالنسبة لي، أنا بعلمك كلمة ربنا وبعلمك تكون أمين وبتطيع، بتطيع الرب، بتطيع الرب، بتطيع الرب في كل شيء. من أول ثمر الأرض، كل شهر الدخل اللي بيجيلك، أنا سبق قلت لحد قبل كده قال لي طب أنا عايش على الان امبلويمنت، قلت له تحط. شخص تاني قال لي طب أنا عايش على الويلفير، قلت له تحط. كل اللي يدخل جيبك، ربنا بيقول من أول ثمر الأرض تكون أمين، تكون أمين. قول يا رب بشكرك، بشكرك لأنك بتكلمني في كلمتك، بشكرك من أجل الامتياز اللي بتدهوني يا رب إني أقدم. أشكرك، أشكرك، أشكرك. أنا بشترك معاك في عملك، في ملكوتك، في الخير، في الحب، في نقل أحشاء قلبك لكثيرين يا رب، الرحمة، النفوس المحتاجة يا رب. أنا بشكرك لأنك ده قلبك ولأن دي كنيستك. مالكي رب الحياة في داخلي كلك وهاتني في المسيح رفعتني. كل قلبي، كل قلبي يباركك، كل الحياة ملكا لك، عمري أحيا نشكر رب ونجمع عطايانا. وانا نفسي انه بادي اعمل شيء مختلف، انا نفسي اكياس العطاء تيجي عندي قدام هنا. قد نزعت المقدس من البيت، امتياز يا رب تدي لينا ان نشترك معاك في عملك يا رب في امتداد ملكوتك. اشكرك، اشكرك.
أثناء الميوزك أو التسبيح تقدم للأمام وضع عطاياك قدام الرب. قل له أنا موافق مع كلمتك، قد نزعت المقدس من البيت عشوري. أنا بشترك يا رب، بقدم ليك رفائع يا رب، بقدم ليك عطايا، بقدم ليك عطية شكر وحمد يا رب. أباركك أباركك من كل القلب. تقدر تتقدم للأمام، أشعر بحرية لو عايز تقدم العطا بتاعك، ما حدش هيلف عليك الظرف، أكياس العطا محطوطة هنا هوت. عايز تقدم عطاياك، قدم للأمام وضع العطايا المقدسة قدام ربنا. إله مالكي رب الحياة في داخلي، الكل قام وهبتني في المسيح، رفعتني كل قلبي يبارك لك، عمري يحيا لمجدك، أكسو لك لك وحدك بالأبد. عايزين نشكر ربنا. يوم الحد اللي فات ندهنا أماني وصلينا عشانها. أنا قبل ما أقول كده بس عايز أقول، دينا مشيت ولا موجودة؟ دينا حبيبي، أنا نسيت أصلي لك الحد اللي فات، بس أنا بصلي لك كل يوم. بصلي عشان البيبي، طمني ماما. بنشكر ربنا، كنا بنصلي لأماني الساعة 11 ونص بالليل يوم الحد، كلمتني في التليفون قالت لي أنا في المستشفى، كانت بتضحك دول لما بتصلي لي بروح أولد. ونشكر رب، تاني يوم الساعة 3 الرب اداها بنت، نشكر ربنا عشانها، واسم الدلع بتاعها نورة. إلي نور، فاسبق عندنا نورة بنتي، وبقى عندنا نورة بنت جورج وأماني. نشكر ربنا عشان البيبي، نشكر رب، وبيبي بخير والصحة كويسة، نشكر ربنا وربنا يبارككم كلكم. خلينا نرفع ايدينا ونقول أبانا الذي في السماوات قدام الرب، نقدم شكر وحمد للرب على كل شيء، نقدم له شكر على العطايا، نشكره على عمله في حياتنا، نشكره عشان أولادنا، نشكره عشان أعماله، عشان الخير، عشان إحنا واقفين قدامه النهاردة بنعبده، وإحنا أولاده وهو أبونا السماوي. أي امتياز لينا يا شعب الرب. يلا نقول له أبانا الذي في السماوات. أبانا الذي في السماء ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، وخبزنا
نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم يا شعب الرب وتدوم فيكم. امدوا بسلام، سلام المسيح معكم. شعب الرب يقول أمين أمين. نشكر رب عشان سيدات الكنيسة مجدة ونبيلة وآخرين عدوا لينا وجبة بسيطة كده، وجبة محبة، فبونا بتي بليز ما تمشوش لأننا هناكل مع بعض.